مباراة القاضية ممكن بتمثلك ايه؟ لانه الماتش ده كان يوم 27 نوفمبر لو فاكر، 27 نوفمبر 2020. الماتش ده بيمثلك ايه؟ لان الجون ده الحقيقة فرق في حياة ناس كتير وفي حب الاهلي ناس كتير. طبعا لو كان ماتش طبعا. انت بتلعب على قمة افريقيا واللي بيلعبك منافسك التقليدي في مصر، هو يعتبر برضو يعني فترة من فترة كان هو المنافس برضو بتاعك في افريقيا. فلو انت ايه بطولت ثلاث اربع بطولات في ايه في بطوله في ماتش واحده، واحد، عارف انت اللي هو يعني شامبو وبلسم كده. عارف باكج كده اللي هو هتصوت صوته هتخلص كل حاجه. فهو القضيه هنا مش حكايه ان هو عم يخلص الماتش بس، ده انت قمت جايب شوف يعني كام بطوله في بطوله. طبعا ده الجون ده عم فكرنا بجون ابو تريكه في كان الصفاقسي، يعني هو نفس الفكره نفس الشكل مع نفس ان الفكره. الصفاقسي ده كان اقوى على فكره. انا والله بالنسبه لي انا الصفاقسي ده انا فضلت قاعد ساعه ساعتين ساعتين كده ساكت مش مصدق اللي هو حصل، يعني اللي هو انت خلاص انت تعرف ان الماتش انا ده، خلاص وديت وشي الناحيه التانيه ما ان الماتش بتفرجش. ده انا بلعب ناحيه اليمين، فانا ما كنت بلعب ناحيه اليمين، جمهور الاهلي كانوا 30 40 واحد قاعدين ناحيه اليمين خلاص. فلما الجون دخل فانا انا جوه الملعب، فانا ما رحت يعني. لو تاخد بالك لو الاحتفالات جابوها انت ما كنت عارف ان انا في كنت جول؟ نعم ما تعرفش ان الجون جه؟ لا عارف ان الجون جه، بس انا احتفلت مع الجمهور الاهلي ساعتها ال 20 30 واحد اللي كانوا موجودين. تحتفل احنا معاه. قعدت احتفل، اللي هو جمهور بقى كنا جمهور تونس كله ده يعني، كانوا بيحتفلوا اصلا، كانوا بيحتفلوا، اللعيبه كانت بتحتفل. فانا اتبسطت ان انا جنب جمهور الاهلي ال 20 30 واحد اللي موجودين، فاحتفلت معاهم. فما طلعتش في ولا صوره في اللي هناك في مع في المجموعة. فرحه اللي هو كان ابو تريكه بيجري وبينط على مانويل جوزيه والحضري جالهم وانا واقف هناك الناحيه الثانيه. ما الماتشات دي والاجوان دي اللي بتقوم مأكده يعني الاهلي، اللي هو انت اوعى تحتفل قدام الاهلي، ايوه واتقالت دايما يقول لك اوعى تحتفل قدام الاهلي.